بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المحاضرة الثانية في التابلت كوتنج، الثالثة في الأدفانس تكنولوجي، ونبدأ الفورميليشن اوف فيلم كوتنج اللي هو المقصود في كومبوننتس. طبعا في عندنا فور كومبوننتس. أول الفيلم فورمر اللي هو البوليمرز، اثنين اللي هي السولفنت سايزر، هذول الاساسيات حقيقه، والبيجمنتس اند كلرنس او نسميها الاذر اديتيفز. لكن الفاينل فيلم فورمر حقيقه الثلاث هذول اللي هو البوليمر والبلاستيسايزر بيضل، والاذر اديتيفز هذول بيضل. السولفنت طبعا بنحاول قدر الامكان نتخلص منه كومبليتلي. نبدأ بالبوليمرز أو الفيلم فورمرز. في عندنا بعض الخصائص المهمة بالفيلم فورمرز حتى تكون حقيقة مناسبة للكوتينج. أول شيء solubility، solubility of the polymer، قصود هون حقيقة water solubility. For conventional film coating the polymer should have good solubility in aqueous fluids to facilitate the solution of the active ingredients in from the finished dosage form. يعني المقصود انه اذا كان for conventional not modified يفضل انها تكون الى aqueous solubility جيده، حتى انه لما ياخذ المريض تروح على يعني الجاستريك فلويدز ويصير لها dissolution هناك. However, where a modified release action is required, then a polymer system of low water solubility or permeability will be chosen. إذا للmodified release لا، من البوليمر ما تكون أو low in low solubility حتى ما يصير لها، ولا كيف بدها تحتفظ ب يعني sustained release لمدة كافية. اثنين viscosity، والviscosity المقصود هون after we dissolve it in the solvent، after we mix it in the solvent قديش viscosity مهمة، والviscosity وين مهمة؟ مهمة أيضا during spraying، during عملية خلال عملية الرش. إذا كانت high viscosity طبعا بصير بدنا طاقة عالية، بدنا صعوبة كثير بالرش، لكن إذا كانت الviscosity مناسبة فبتكون عملية الرش سهلة. Then in general, polymer should have a low viscosity for a given concentration. This will permit the easy, trouble-free spraying. Easy, trouble-free spraying of their solutions in industrial film coating equipment. يعني ما بتغلبنا بعملية الرش لما تكون ال viscosity واضحة طبعا حسب ال concentration. Permeability، والمقصود هون permeability of the polymer coat to the drug or permeability of of the environmental conditions such as vapor water vapor or oxygen مثلا او gases to inside. اذا البرميابيليتي مهمة للدراج ريليس، وأيضا البرميابيليتي مهمة للبروتكشن أجينست موستشر أور جازز. ففيلم كوت كان بي يوزد تو أوبتمايز ذا شيلف لايف أوف تابلت بريبريشن، أز سم بوليمرز أر إفيشنت بارير أجينست ذا برميابيليتي أوف ووتر فيبر أور أذر أتموسفيريك جازز. ذيس بروبرتيز فاري وايدلي بتوين ذا إندفيدجوال بوليمرز. اذا حسب البوليمر هذه الخصائص. اذا قلنا احنا البيرميابيليتي من ناحيتين، يعني نضيفوا لهي الكلام الموجود هون بيرميابيليتي اوف ذا فيلم كوت تو دراج، سبيشلي اللي ايش اللي هم الموديفايد ريليز. الموديفايد ريليز بده يصير له الدراج بينتريشن ثرو ذا كوت، لذلك بيرميابيليتي از امبورتنت. Mechanical properties, the particular polymer chosen
for a film court formulation must be one with adequate strength to withstand the impact and abrasion encountered in normal handling. إذن الميكانيكال بروبرتيز المقصود إيش هي؟ السترينث against ال other operation اللي بدها تلحق، يعني بعد ما إنه نعمل كوت لازم يكون هذا الكوت قوي كفاية بحيث إنه يقاوم ال ما يتعرض له خلال عملية مثلا الباكجينج، ترانسبورتيشن، عملية التعامل معه من المريض أو من الطبيب أو أي حدا بيسعى. إذا لازم يكون قوي كفاية. Insufficient coating strength will be demonstrated by the development of cracks and other imperfections in the coating. إذا ما كان قوي بصير في عنا cracks وبصير في عنا imperfections أو عيوب بالكوت، ولذلك كأنه ما عملنا كوت، يعني هو قلت واحد. It should be mentioned that the polymer chosen must also comply with the relevant regulatory and pharmacopeial requirements current in the intended market area. شوف يا اخوان، يعني هذه الملاحظة هون ما لها علاقة بالميكانيكال سترينث، هذه ملاحظة لحالها. اللي بيقول لك انه البوليمر اللي بنستعملها في الكوت لازم تكون يعني مرخصة، مرخصة من قبل الجهة أو الدولة اللي بدنا نروح نسوق فيها. يعني على سبيل المثال بدنا نسوق بأمريكا، لازم تكون هذه البوليمر مجازي من الـ FDA الأمريكية، من الـ FDA الأمريكية، أو مذكورة مثلا بالـ USP United States Pharmacopy. هذه بتصير هيك مسموح إنه نتداولها بالمنطقة. إذا ما كانت، لذلك يعني قبل ما نروح نعمل كوت لتابلتس بدنا نسوقها بأمريكا، لازم نروح ندرس كل المواد الموجودة في التابلتس تاعتنا بما في الكوت، هل هي مسموحة بهاي الدولة أو بأمريكا ولا لا. إذا هاي معنى الكلام هذا، اللي هي to comply with the relevant regulatory and pharmacopeial requirements current in the intended marketing area، اللي هو المنطقة اللي احنا بدنا نسوق، ناويين نسوق فيها. ايضا من البروبرتيز المهمة التكنس اللي هي خلينا يعني نسميها اللي هي الالتصاقية، يعني خصوصا التكنس هون during process، يعني during الاوبريشن، عملية خلال عملية الكوتينج بصير في التصاق ما بين التابلت والتابلت او الجرانيولز خصوصا الصغار، يتجمعوا اجلوميريشن نتيجه الـ يعني بروبرتيز خاصه. In film coating sense, tack is property of a polymer solution related to the forces necessary to separate two parallel surfaces joined by thin film of the solution. يعني هاي تعريف التاك اللي هو خاصية التكنس أو التكي، اللي هي بقول لك اللي هي القوة اللازمة لأن نفصل السطحين يلتصقوا مع بعض. فهاي التكي تكنس. It is a property responsible for processing difficulties and is a limitation on the use of some polymers. بعض البوليمرز إلها هاي تكنس خلال، ولذلك هاي تعتبر disadvantage بال الكوتينج بروسيس. نحاول قدر الامكان انه نقللها. في على سبيل المثال مثلا هيدروكسي بروبيل سيلولوز له تكنس عالي بالميه طبعا، لكن الهيدروجيت مثلا، هاي الهيدروجيت راح نجي عليها بعد شوي، اللي هي اسم تجاري لبوليمر تستعمل كوتينج ان اورجانيك سولفنتس، بصير تكنس عالي.
يعني هاي الهيدروجيت اذا حطيناها في الاورجانيك سولفنتس التكنس بتصير عالية، ولذلك بدنا نحاول قدر الامكان نقلل هاي الخاصية. طيب هذه ال types of film coating polymers، film formers. للimmediate release coating polymers اولا cellulose derivatives، طبعا اكثر اكثر material use او يعني origin اللي هي cellulose derivatives اكثر شيء استخداما. The most widely used of cellulosic polymers is HPMC. HPMC hydroxypropyl methyl cellulose. Hydroxypropyl methyl cellulose. ليش ال HPMC أكثر شيء استخدام؟ It is readily soluble in aqueous media. إنها خاصية يعني solubility عالية في الماء. Forms film with good mechanical properties. هاي الخاصية الثانية good mechanical properties. Strength, flexibility, and adhesion to the tablet core. Easy application. Then viscosity good. يعني بتعطينا good viscosity حسب the concentration طبعا. إذا هاي ثلاث من العوامل أو ال properties اللي سميناهم يعني سابقا تحققهم، ولذلك يعني يعني تعتبر جيدة. Other examples على ال cellular derivatives هي methyl cellulose هي MC و HPC hydroxypropyl cellulose. إذا methyl cellulose و hydroxypropyl cellulose أيضا can be used for immediate release from cellulose derivatives. النوع الثاني لل الميتروليز فينايل ديريفاتيفز بي في بي بولي فينايل بايريلودون. بولي فينايل بايريلودون هاز ا ليميتد يوز ان فيلم كوتنج بيكوز اوف اتس انهيرنت تكنس. بحو اذا هون مشكله بالبي في بي اللي هي التكي اتس تكي لما نحلها بميه، لكن A copolymer of PVP and vinyl acetate forms better films. يعني لما نيجي نخلطها مع الأسيتات فينايل أسيتات مع ال PVP بتصير الأمور التكنس أقل. Okay, better films. For modified release coating polymers, أول extended release coating polymers they are dissolved in organic solvents or dispersed in aqueous medium. لما نيجي نحضرهم ونستعملهم ممكن انه نعملهم dissolution يعني بندوبها كامله بالorganic solvent او انه نعمل dispersion بالاكويس، يعني اذا ما كانت طبعا دائبه في الميه بتصير ممكن نعملها suspension او emulsion في ال dispersion يعني في الاكويس medium. ايضا في عندنا من cellular derivatives اللي used example عليها ethyl cellulose. Ethyl cellulose لاحظوا الميثال cellulose لل immediate release and ethyl cellulose for extended release. الأكريليك acid derivatives اللي هي الهيدروجيتس مجموعة الهيدروجيتس example عليها الميثال ميثاكريليت copolymers هاي بسموها هيدروجيت RL or RS يعني لهم هيدروجيت يعني بس اختصار هون ها هيدروجيت ار يو هيدروجيت ار ال او هيدروجيت ار اس وهذا هذا الكيميكال ستراكشر هذا للسيلولوز ها سيلولوز ديريفاتيفز. الكيميكال ستراكشر في السلايد هاي هذا فور هيدروجيتس او اللي هو البولي ميث اكريلينس او الاكريليك اسيد ديريفاتيفز. طيب فور انتريك كوتينج طبعا نحكي عن موديفايد لسه. فور انتريك كوتينج ميث اكريليك اسيد كوبوليمرز هذه ليش جود فور انتريك؟ The presence of carboxylic acid groups
renders this class to be insoluble in water at low pH. إذا إضافة ال طبعا بالكيميكال ستراكشر الكربوكسيليك اسيد جروبس ها بصير الدراج انسولبل بالميه على اللو بي اتش therefore it's good for enteric coat يعني معنى ذلك انه ما بتذوب بالمعده بتروح على الامعاء حتى تصير لها ذوبا but gradually becomes soluble as pH rises towards neutrality اللي هي بالأبر part of the small intestine. Example عليها يدرجيت L و S هناك RL و RS هون يدرجيت L and S أي مثال على البولي بولي أكريليك أسيد كو بوليمرز يدرجيت L و S هاي for enteric coating. أيضا for enteric coating اللي phthalate esters example cellulose acetate phthalate او اختصار كاب cellulose acetate phthalate تعتبر من الاكثر استخداما من يعني من البوليمرز الاكثر استخداما as enteric coating material او بوليمر المكون الثاني اللي هو solvents اما بيكون aqueous or organic solvent وطبعا الآن الحقيقة كل الصناعات الدوائية تتجه لاستخدام الأكويس يعني بدل الأورجانيك قديما لأن معظم البوليمرز كانت ما تذوب بالمية فيحطوها بأورجانيك سولفنتس الحقيقة الآن معظم هاي مكتوب most coating processes nowadays are shifting to water based systems water based system يعني اللي هي البوليمرز اللي بنحضرها بالووتر بالاكويس as aqueous dispersion or aqueous solutions due to drawbacks for organic solvents such as يعني هذا الكلام نتيجة يعني ليش من يفضل الآن الووتر بيزد سيستمز نتيجة بعض disadvantages في الأورجانيك سولفنتس مثل هاي الدروباكس example عليها environmental pollution and efficient solvent removal is expensive اول شيء تلوث البيئي وثانيا لما نتيجه التلوث الان المصانع بمنعوها تطلع هاي الاورجانيك سولفنتس بالجو العادي ولذلك حتى انه نتخلص من السولفنتس هاي ما تطلع ما بدنا بدنا يعني نحط زي اكسسوارز زياده او عمليه يعني ريسايكلينج اكسسوارز حتى انه إن ما نخلي السولفنتس تلوث الجو وهذه مكلفه اوكي less safety since organic solvents may cause explosion fire and toxic hazards نفس السولفنتس او الاورجانيك سولفنتس ممكن تكون سامه ممكن تكون تعرض لانفجارات لأنه مشتعلة وأيضا إذا ظلت بال خصوصا إذا كان في remainings يعني ولو قليلة ممكن تسبب تسمم ثلاث solvent residues in the film which may be toxic هاي اللي حكينا عنها الآن اللي هي المتبقيات بالفيلم كوت ممكن تكون سامة ايضا الكوست اوف سولفنتس بير سي اند يوز اوف ذم نيسيسيتيتس بيلدينج اوف فليم اند اكسبلوجن بروف فاسيلتيز شوفوا قديش حتى يعني الكوست اوف سولفنتس نفسها بير سي يعني نفسها غالي طبعا اعطيكم مثال يعني ايزوبروبانول مثلا اكثر شيء استخداما بالكوتينج اللتر الواحد يمكن 100 دينار حقه اللتر يعني خلينا نقول حتى لو كان يعني يمكن الجنينه فيها 4 لتر 100 دينار مثلا مقارنه ب يعني متر مكعب ميه يعني يمكن حقه 6 دنانير هلا مثلا متر مكعب يعني 1000 لتر فما في مقارنة إذا بالنسبة
الكوست. ايضا الملاحظه بعد use of them necessitates building of flame and explosion proof facilities. المصانع اقصد اللي بيصنعوا الماكينات الكوتينج، ماكينات اللي بتعمل كوتينج، بيصنعوا نوعين من الماكينات اللي هي فليم اند اكسبلود بروف والماكينات العاديه. يعني بيقول لك انا انت في عندك خيار انك تاخذ الاكسبلوجن بروف او الفليم بروف ماشين او انك تاخذ نورمال ماشين. فاذا بدك ما بدكش تستخدم سولفنتس، لا بروح على النورمال. وطبعا هذه الفليم بروف او الاكسبلوجن بروف ماشين بتكون يعني سعرها كثير اعلى من يعني او في فرق سيجنيفيكانت يعني بالسعر ما بينها وبين النورمال ماشين. اوكي، اذا هذا السبب اللي هو انه السولفنتس الان اقل رغبة يعني لاستخدامها. المكون الثالث بلاستيسايزرز، ومن الاسم بلاستيسايزر اذا يعني عملها هو عملية بلاستيسايزيشن، يعني عملية بلاستيسيتي او الاستيسيتي، يعني it confers plasticity or elasticity to the coat. وهو وهذا الـ يعني البلاستيسيتي او الاستيسيتي هاي بتعطينا مور elastic coat and it will withstand stresses more. يعني بصير هذا الكوت نتيجة ال elasticity هاي بتاعته بصير يتحمل أكثر فيما لو صار أي defect سواء من داخل التابلت أو من الخارج. هاي البلاستيزر طبعا إلها راح يمر معنا إلها أيضا أكثر من فائدة، مثلا decrease الـ glass transition temperature TG، وTG مهم أيضا بالفيلم فورمرز، بالفيلم عفوا بالفيلم فورمينج بروسيس. كل ما قللنا TG بصير الفيلم فورمينج أسهل بالنسبة للبوليمرز. إذا هاي وظيفة البلاستيسايزر. في عندنا ثلاث انواع من او ثلاث كلاسز من البلاستيسايزر. بوليولز من اسم بوليولز معناته فيها كحول او الكحول، اكزامبل عليها جليسيرول او جليسرين، بروبيلين جلايكول، بوليثلين جلايكول، جنرالي اللي هي البي اي جي ما بين 200 و 6000، يعني اللي هي المولكيولر ويت بين 200 و 6000، يعني هاي تقريبا اللي هي اللي بالمجال السائل الى يعني صمت سيمي سوليد، توصل سيمي سوليد، لكن اكثر من 6000 بصير ايش سوليد ان نيتشر البي اي جي. اثنين اورجانيك استرز، اكزامبل فثاليت استرز، داي ايثيل او داي بيوتيل، داي ايثيل فثاليت او داي بيوتيل فثاليت استرز، داي بيوتيل سيباكيت، سيترات استرز ترايثيل يعني سيترات او اسيتيل ترايثيل سيترات او اسيتيل ترايبيوتيل سيترات استرز، وترايسيتين. الاويلز ويل جليسيرايدز، كاستر اويل، اسيتيتد مونوغليسيرايدز، وفراكشنيتد كوكونات اويل. هاي ايضا لكن هاي استخدامها الاخير اقل يعني اقل شوي من التو تايبس الاولانيه. إذن هاي إذن examples على ال plasticizer. طيب ال other additives pigments, colorants, anti-tack agents مثلاً. إذن anti-tack agents such as talc, opacifier example titanium dioxide, surface active agents as anti-foaming agent during the preparation of the يعني خلال عملية تحضير الكوت لما نحل البوليمر بالماء يصير في فوم، فممكن نضيف
anti-foaming agents اللي هي surface active agents example عليها صوديوم فوليات. وممكن نضيف colors طبعا، بالاغلب انه من وي color الكود حتى انه يساعد على الايدنتيفيكيشن والجمال الحبه. example aluminum leaks. اذا هاي المكون الرابع من البيجمنتس من المكونات اللي هو الكوت. هذه الفاكتورز افكتنج كوتنج بروسيس. هذا طبعا حقيقه هاي مهمه جدا، ونقصد الفاكتور اللي هي فاكتورز هاي اللي هي العوامل اللي لازم احنا ندير بالنا عليها. should be optimized these factors which are to be optimized in order to have an efficient and good coating process. اول فاكتور inlet air temperature, inlet air humidity, outlet air flow rate, outlet air temperature, outlet air humidity. لاحظوا كله على الهواء، يعني خصائص الهواء اللي هي طبعا الانلت اير مقصود اللي هي الهواء الداخل، والاوتلت اير اللي هو الهواء الخارج. فلازم يكون له خصائص معينه، يعني قديش الحراره تاعته، قديش المويستشر كونتنت تاعته، الفلو ريت تاعته قديش، سواء كان الانلت او الاوتلت. يعني حتى ممكن نضيف الانلت اير فلو ريت، لانه مثلا بالفلودايزد بيد بالفلودايزد بيد الفلو ريت مهم، يعني قديش بدنا كميه من الهواء حتى انه نعمل فلودايزيشن، ف ايضا مهم. اذا احنا بنقيس الانلت للاير انلت اير بروبرتيز اند اوتلت اير بروبرتيز، وكل واحدة إلها رقم. يعني هاي ما من مش بنقول لا والله كويس التمبريتشر كويس والهيوميديتي كويس، لا في رقم معين. يعني التمبريتشر مثلا بالكوتنج للاكويس عاده، مثلا بالاكويس التمبريتشر تكون اعلى من الاورجانيك، لانه الاورجانيك على درجات حراره اقل ممكن تتبخر بسهوله اكثر. هاي طبعا شوفوا هاي من حسنات الاورجانيك سولفنتس، بس هذه مقابل السيئات اللي شفناها يعني تعتبر يعني احيانا طبعا يعني ممكن تطغى. يعني الحسنات، يعني احنا ما استغنينا عن الاورجانيك سولفنتس لحد الان كامل، يعني معظم في كثير من الاولد برودكتس لحد الان تنتج ب المصانع على شكلها القديم اللي هي بالاورجانيك سولفنتس، استخدام الاورجانيك سولفنتس. طيب ايضا من العوامل مثلا ليكج اير ريت تو ذا اتموسفير ثرو ذا كيسنج، يعني قديش في تسرب من الهواء بالهواء من الهواء من خلال الفتحات اللي احنا يعني اللي which is not under control. يعني قديش في عندنا تسرب، بده نشوف يعني نفحص الماشين تاعتنا اذا كان فيها تسرب او لا. طيب بالنسبه للسبراي ريت اللي هو الكوتنج ماتيريال، سبراي كونسنتريشن، سبراي كونديشن، عفوا سبراي تمبرتشر، سبراي فلو ريت، قديش كميه السبراي بالدقيقه، مثلا قديش من نضخ بالدقيقة على البرودكت. طبعا هاي بتعتمد على ايش؟ بتعتمد على الفيسكوسيتي للماتيريال، بتعتمد على التمبرتشر اوف ذا سبراي، بمعنى الماتيريال نفسها قديش الكمية الموجودة، يعني الفلود بيد عفوا الكور بيد اماونت، هاو ماتش. طبعا لما نقول احنا بدنا نعمل كوتنج ل 500 كيلو، مش لما نعمل كوتنج ل 20 كيلو. لذلك فلوريت از شود بي اوبتمايزد ان اوردر تو جيف اس ان افيشنت اند جود كوتنج بروسيس. طيب شوفوا هذا الكوانتيتي اوف اتريشن فروم كورس
by filtration of the exhaust air. يعني هذا المعنى الكلام هذا انه قديش في بصير اتريشن خلال عملية الكوتينج، خصوصا بالبداية. يعني احنا لما نبدأ بالتابلت بنحط تابلت بدون كوت، هذه التابلت خصوصا اذا ما كان with a good strength، اذا كانت فيها some friability بصير في عنا ايش اتريشن، بصير في عنا الاتريشن means انه في يعني تفتت، بعض التفتت على اطراف التابلت، فهذه يعني بصير ايش عبارة عن particles سابحة بالهواء، غبار. وهذه حقيقة وين بتروح؟ على الفلترز الموجودة بال exhaust air، وها وبتتعلق فيها. فاحنا ممكن انه هذه نشوف كميتها بان نفحص الفلتر، هل خصوصا اول يعني ايش بنعمل احنا دائما عاده بالكوتينج، بنعمل اول يعني 5 دقائق 10 دقائق بنسميها تحمايه، او اللي هي يعني بري كوتينج بروسيس، بدون ما يصير في عمليه سبرينج للكوت ماتيريال. فممكن نفتح بعد العشر دقائق مثلا ونشوف اذا كان في اترشن عالي ولا اترشن، اذا كان في اترشن عالي بدنا نفحص التابلتس، بدنا نفحص الـ يعني ممكن نقلل طبعا اذا التابلتس صعب انه نرد نرجع نقلل الفريابيليتي تاعتها، لانه هاي اللي قدرنا عليه الكومبريشن فورس تاعتنا. ممكن انه نغير الفلودايزنج اير اللي هو الانلت فلو ريت مثلا لانه عالي كثير فبصير اتريشن عالي، وهكذا. يعني هاي اذا عمليه الاوبتمايزيشن بنسميها اوبتمايزيشن اوف ذا فاكتورز ويتش افكتس الكوتينج بروسيس. ايضا من العوامل اللي شود بي اوبتمايز ديورينج كوتينج هي كوانتيتي اوف سبراي not applied to tablets. ايضا by filtration of the exhaust air. شوفوا يعني هذه اللي هي quantity of spray not applied to tablets. اللي هون اهم عامل احنا ذكرناه يمكن سابقا اللي هي المسافة ما بين النوزل اللي هي الراسية اللي احنا نعمل spraying منها والتابلت bed. هذه المسافة مهمة. لما يكون عالي كثير السبراي بصير الفان هاي اللي بتصير المروحة اللي بتصير ممكن تصير واسعة كثير بحيث انه ما تغطي اكثر من الهواء، فتصير تطلع وين؟ تطلع على الجوانب الكوتر او الماشين، ونقدر نفحصها ب ام ايضا ب ام على الاكزوست فلتريشن هواء، او يعني لانه بتظل طايره، او انه نتيجه ايش الفلتريشن اوف اكزوست اير، لان نتيجه اذا كانت مسافه طويله كثير، اذا كانت مسافه طويله كثير ممكن انه قلنا الدروبلتس هاي تنشف خلال عمليه الموفمنت الرحله ما بين النزل، هاي تنشف وتصير ايش عباره عن دست، ولذلك بتطلع وين؟ بالفلتريشن اللي هو على الاكزوست فلترز اللي بصفي الهواء هذا، وبنقدر نفحصها من هناك نشوف قديش كميه الاترشن او عفوا الدست الموجوده. تابلت بالتمبرتشر نفس التابلتس قديش التمبرتشر بتاعتها. باور تورك تو كيب ذا درم تيرنينج، هذا خصوصي لمين؟ الباور تورك يعني الباور والتورك اللي هي قوة الميلان، يعني قديش الميلان للبان كوتينج سيستم الدرم، قديش الار بي ام تاعته، الباور والتورك تو كيب ذا درم تيرنينج. روتيشن سبيد، هاي الروتيشن سبيد للدرم الار بي ام يعني. الكتريكال باور كونسومشن اوف فانز، قديش استهلاك الماشين هاي اللي احنا مشغلينها قديش تستهلك طاقة كهربائية. heat input to inlet air، قديش الطاقة اللي
طبعا هذا كله ايش يعني، ليش نخسر طاقة، ليش نخسر كهرباء، كله كوست، ها كله كوست. بريشر دروب انلت اند اوت اير ستريم، يعني هاي الدروب بريشر دروب بالوين، بالفلويدايز بيد. فلويدايز بيد مهم جدا ان نعرف قديش بنزل ضغط خلال during، يعني قديش الكميه اللي هو الوقت الكافي حتى انه نوصل البريشر دروب هاب بالذات، حتى انه يصير في عندنا فلويدايزيشن. مهم جدا لما يصير قديش بدنا وقت و اير فلو ريت حتى انه يصير عندنا فلويدايزيشن للتابلتس during البروسيس. فهذا المقصود للانلت اير ستريم. اتومايزنج اير بريشر ايضا، اللي هو الهواء اللي بيعمل لنا السبراينج، بنسميه اتومايزنج اير. اتومايزنج اير هذا ضغطه برضه باراميتر مهم. طبعا كل هذه الباراميترز بالماكينات الجديده بيكون مبرمجه في برنامج خاص، انت مجرد انك تكون عامل درسك بشكل جيد، يعني طبعا عاملين تجارب مسبقه حتى انه نعمل اوبتمايزيشن لهي البارامترز، فبتكون موجوده عندك، ومجرد انك تحطها على شاشه الكمبيوتر بتاعت الماشين وتشغل. اذا هذه هي اهم البارامترز. اوكي، فهاي اذا نوقف هون، و احساس انه نخلي باقي الكوتينج لمحاضره، المحاضره التاليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.